حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، والبداية مباشرة بما لدينا من عناوين. البداية ستكون مع فاجعة العبارة المنكوبة في الموصل ونشطاء يحملون المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية. بعد ذلك نتجه إلى واقع العراق بعد 16 عاما من حرب الاحتلال الأمريكي على العراق وما خلفه من ضحايا وأمراض، ثم إلى الإهمال الحكومي الذي يستهدف المواطنين، والعنوان العريض سوء تنظيم على مستوى المباريات في بغداد والبصرة واستياء جماهيري واسع. أهلا بكم من جديد. هل ظلت أنواع جديدة من الموت لم يذقها العراقيون؟ ماتوا حرقا وقصفا، ماتوا جوعا وغرقا أيضا. في البلاد التي تحترم حكوماتها فيها نفسها، تتزامن مع أخبار الكوارث المرتبطة بتقصير الحكومة، تتزامن معها استقالتها من منصبها. لكن الأمر في العراق مختلف تماما. المسألة تبدو لدى المسؤولين الحكوميين عادية، فضحايا بينهم أطفال وأمهات. في الموصل غرق عبارة تحمل نحو 200 مواطن. نتابع. ما يثبت تقصير الحكومية والإهمال وحالة عدم الاكتراث واللامبالاة، وما يعزز فكرة الإهمال وأنها حاضرة، معلومات تداولها عراقيون على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية قبل هذه الفاجعة، وفيها أن سد الموصل حذر قبل أيام من أن كمية إطلاق المياه في النهر ستكون بازدياد، وبالتالي سيكون هناك قوة في زيادة التدفق النهري. السؤال هنا، أين النشرات التحذيرية؟ أين من يشعر المواطنين باحتماليات الخطر؟ أين الشرطة البحرية؟ أين الحكومة بكامل من فيها؟ نشاهد الآن اللحظات الأولى لغرق العبارة، وغالبية من فيها نساء وأطفال. لك بس لا يكون نساء شيء. اللي يعرف يسمع خليه ينزل. يا ستار. يوسف يوسف. صور صور. بس الأطفال هي المشكلة، الأطفال طلعوهم كلهم. ماي جاري هذا قوي شدي، حتى اللي ينزل استاذ ينزل هذا وين صار؟ كان المفروض ولا الزوارق المفروض واحد راسا يبلغهم يروحون ينقذوا هذاك. هو وين الشرطة النهرية؟ وين الشرطة النهرية؟ يلا يخلص بلغ الشرطة بلغ الشرطة. مشاهدينا، تساءل نشطاء عراقيون غاضبون طبعا، كتبوا على مختلف مواقع التواصل قائلين: أين القائمون على الجزيرة السياحية من المعلومات التي تفيد بأن كمية المياه النهرية ستكون في زيادة؟ ولماذا يتجاهلونها ولا يقومون بأي خطوة احترازية لتأمين المواطنين؟ أسئلة تبقى معلقة في انتظار من يجيب عليها. الآن نشاهد لقطات تبين جهودا ذاتية من مواطنين لانتشال الغرق بحادثة العبارة المنكوبة بالموصل. Thank you.
هذا شو يسدنا بعد؟ صحفيون من الموصل أعزائنا، بينهم الصحفي الموصلي زياد السنجري، ذكر لنا في نشرة الأخبار وبرنامج منبر الرافدين أن الفاجعة تتحملها أطراف في الحشد وفي مقدمتهم ميليشيا العصائب، كونها تسيطر على معظم الاستثمارات الموجودة حاليا في الموصل، ومن بينها الجزيرة السياحية التي وقعت بها الكارثة. نشاهد الآن لقطات أخرى لجهود ذاتية من شباب الموصل لانتشال جثث غرق العبارة. شوت 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 يعني يعني يعني. أطفال أطفال معهم أطفال. روح يا أطفال. شوت شوت عافية. روح راقب روح راقب 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 راقب. هيا أنا الأخر 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 منين؟ ولا يانو يانو حسين حسين شوت شوت وتشوت يانو يانو ولا يانو يانو شوت 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 وتشوت شوت قال مخلص ولا عبر عبر. أين طواقم الإنقاذ؟ أين الأجهزة المعدة لمثل هذه الأزمات وتساؤلات أخرى؟ الإهمال الحكومي فاقم الكارثة في ظل غياب الشرطة النهرية وانعدام أبسط مقومات وضمانات السلامة للمواطنين وعدم وفرتها. الآن نشاهد سيارات إسعاف تواصل نقل جثث غرق العبارة بالموصل، وعلى ما يبدو أن هذه فقط هي المهمة التي تكون الحكومة الحالية وأجهزتها حاضرتين فيها. مشاهدينا، ذكر نشطاء أن العبارة المنكوبة سعتها فقط 50 راكبا، في حين أن أكثر من 200 شخص كانوا على متنها. فمن الذي يتحمل المسؤولية؟ من الذي يتحمل هذه الصرخات من طفلة ناجية؟ طفلة تتمنى أن تكون والدتها وأهلها على قيد الحياة. هذا المقطع لمن كان له قلب أو بقية من شعور. فاطمة والله هاي احدى الناجيات من سقوط العبارة، عبارة الجزيرة. الله يخليك تجيبوا لي اهلي. ايه هسه حبيبي قاعد تجي. هاي شنو ذنبها هذه؟ من ورا كم فلس يصعدوا 200 300 شخص على مود كم فلس والمي صاعد. يلا بنت ياسر. ما حد باق ما حد باق. على الصفحة على الصفحة. حتى ما فيها كلهم طلعوا. يلا. يا رب. هاي فاطمة الواي. فاطمة الوي. يلا بنتي. فاطمة الوي أيوة محمد. شكرا مالها. هاي إحدى الناجيات سقوط العبارة. يعني إذا مو بالجا بالعبوة. هذا موبايل ماما. هذا موبايل ماما. إيه حبيبي. إيه حبيبي. هذا والله مثل موبايل. لا لا موبايل. بعد كل هذا تحدث نشطاء عراقيون عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وطرحوا الكثير الكثير من التساؤلات. ومنها هل ستكتفي الحكومة بفتح تحقيقات شكلية للتكتم على الحادثة والجهات المقصرة؟ تساؤلات لا تزال حاضرة في أذهان كثيرين من الشباب العراقيين. نتابع الآن وإياكم بكل أسف لقطات جثث الأطفال الغرقى في أحد مشافي الموصل. ختام هذا الملف مع شاهد عيان يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الفاجعة.
وماكو لا زوارق انقاذ ولا جناديات ولا اكو ناس تنقذ وماتوا كل العوائل والاطفال تقريبا. ايش قد محمله يعني انا شفت المي هذا انترس كله بشر محمل زياده محمل زياده المي هذا كله انترس بشر. ساج قد صار سنتين ونص ثلاثه هيك بنص المي يعني بالنص فصلت بالروحة فصلت من جهه وارتفعت هيك من جهه ثانيه وطقت هيك وفجرت وعبر. إلى موضوع آخر، تمر هذه الأيام الذكرى 16 للحرب الأمريكية على العراق التي خلفت مئات الآلاف من الضحايا ومن بينهم صاحب هذه القصة ويقول فيها: تركت المدرسة وتوجهت إلى العمل لكي أعيل إخوتي بعد أن قتل أبي وأمي على يد القوات الأمريكية. طبعا هذا ما قاله طفل صغير تجشم عناء حمل المسؤولية بسن مبكرة وهو الآن يعيل أسرته المتواضعة والتي تشكو الكثير من العوز في ظل الإهمال الحكومي وعدم وفرة من يعول. نتابع. ما عندي مدرسة وعلى هاي الحالة ونحمد الله ونشكره. أمي قتلوها الأمريكان بالطائفية، أبوي قتل واحد من الأمريكان وطفر علينا، هي أخذت ورا الباب قتلوها، وعلى هاي الحالة ونحمد الله ونشكره. السبب شنو اللي خلاك من تحب المدرسة؟ ما هو جناسي مو عشان غير اي شيء انه اي شلون طبعا ايش كم اخ اي شيء احنا اثنين والله زين اليوميه ايش قد تطلع خمسة 5000 دينار ايه كفيك هذا مصرف هو نجيب خبز طماط هاي خلصت ال 5000 ليش كنت خيات عمليات بغداد ورفع يعني انت ب 5000 دينار انه هاي ايوه بيها مصروح لي ايوه شو وقت يخلص ايوه حاسب الترمس شو وقت يخلص زين هاي ترمز كذا تكمل نص صبح ايش ساعتين حسب الشغل بطلع 5000 ايه ايه وارجع اروح اخدر ثاني ولا قاعدين ايجار ايه بس هذا والايجار هم يصبر من يعطيكم الايجار اول الجمعه احنا انت واخوك ايه حين يكبر الاطفال للاسف قبل اوانهم. رسالة ثانية تبين جانبا من فداحة الموقف وهول الواقع الذي يعيشه العراقيون. تقول أم معذبة في عراق ما بعد الاحتلال، تقول هذه الأم إنها تعمل من أجل توفير لقمة العيش لأحفادها الأيتام ومن أجل دفع إيجار المنزل الذي يؤويها ويؤوي الأطفال بعد أن قتل أحد أبنائها برصاص قوات الاحتلال الأمريكي وقتل الآخر بعد أن خرج الاحتلال الأمريكي قتل الآخر بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق. نتابع. أنا على باب الله اشتغل صاحبة عائلة برقبتي وعندي شهداء اثنين وعندي أولاد أيتام برقبتي وهاي اشتغلنا أكلنا ما اشتغلنا ظلنا تعينات ماكو شغل ماكو عمل ماكو قاعدين على الله وعلى هالسوق وعلى هالشغل هذا لك ايش تبعنا أكلنا ما اشتغلنا ما ظلينا بس ان المرء على رب العالمين اريد ان شيء ينتبهون علينا هالناس الفقراء التعبانين لا تعيين لا شيء عندي ايتام بقوتي اثنين استشهد ولدي واحد كنت ولا امريكان وواحد انتشر بالقهوه مال البياع وعندي جهال وصغار انا مربيتهم وعندي ما ابنيه نص عقل يعني عندها ثلاث جهال وانا معايشتها وياي والله حسب الرزق يا امي البعت 10 20 25 هاي الحمد لله والشكر معايشة بيتي واليوم ما اشتغلت الله على الله لا والله اشتغل مدرسة انا بدائرة يعطوني 400 دينار راتب اعطاني الايجار هاي الحمد لله والشكر عايشة هاي عايشة الحمد لله بس الواحد يكون ينتفون على هالفقرة هاي الناس الفقرة اريد هاي ما اريد كل شيء المسؤولين الكبار يباعون الفقير يباعون الناس الفقراء الرواتب مال المعاملات مال الشهداء مشوه. مشاهدينا بعض هذه المقاطع المحزنة كما يرى نشطاء بعضها طبعا نقوم بنقلها وعرضها عليكم لعل فاعل خير يرى مثل هذا المقطع فيقوم بما يملي عليه دينه وضميره وكرامته وعراقيته وإنسانيته في ظل حكومة للأسف على ما يبدو لا تهتم
للكل العراقي كما يرى نشطاء. الآن إلى مواطن آخر في ناحية جسر ديالى، حمل الاحتلال الأمريكي مسؤولية المرض الذي أصاب ابنه، وكلكم تذكرون مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا واستخدمها الأمريكان بحق العراقيين، وحتى الآن لم تفتح أي ملفات تحقيق إنسانية أو قانونية بشكل عملي، ويبقى العراق وحده من يدفع الثمن. أنا عندي ابني ب 2018 كشفت أنه عنده سرطان الكلوي، وديته للدكاترة بالعراق ما خليت، ما قالوا ابنك ما صير له شارة يعني هنا بالعراق، أخذوا له الخزعة لحد ما يعرفون أي شيء. طيب إحنا إذا بالعراق كانت قبل ماكو هاي الحالات، ليش من دخلونا الأمريكان موجودة هاي الحالات؟ ليش من صار القصف الجوي على العراق؟ ليش من صارت الحروب؟ قبل الحروب هذه كلها ابني ما بي شيء، أو ابن غيري أو كذا، ما هي موجودة هذه. زين الأمريكان اللي من دخلوا لهنا لا مساعدات لا منظمات لا شيء، متيهينها روحها ردة كل شيء ماكو. هذا الإشعاع النووي، هذا اليورانيوم اللي ضربوه قبله، والله يقول لك أنت ساكن بالفلوجة يا بليش ساكن بالفلوجة، والله ضربت إشعاع نووي. زين أنت من كل العراق انضرب إشعاع نووي، الأمريكان مسؤولين إنه يعالجون، منظمات دولية يجي يشوف يعالج، هو مجبور إنه هاي الحالات موجودة، هو جاب هاي الحالات علينا. إحنا هاي الحالات ما موجودة سابقا، عشنا بهذا البلد كل شيء أي حالة. خلي أتحدى كل إنسان يقول قبل لا يجون الأمريكان لهذا البلد أكو حالة سرطانية بهذا العراق، ما موجود. ليش من إجوا الأمريكان؟ ما معناه إن هم جابوا علينا، ما معناه المفروض يجون يعالجون، منظمات يسأل يروح، هذا أنا سبب، أنا اشتكي على القوات الأمريكية والتعالف الدولي سبب ابني هيك سووا بي، ابني هسه معاق، أنا ابني عالج لي ابني غير إذا هم سبب، هم مسوين ابني، أنا هسه ابني كليته، العراق ما عالجوه، كليته منها رايحة منتهية. شو اللي صاراني؟ العراقيين يقولوا لي نفتح بطنه ونشيل ونشوف شو ابنك ايش بيه، هذا كليته ابني. من انا شو تفيدني اذا هم الامريكان قاعدين ببيوتهم مرتاحين وكلية ابني راحت بسببهم؟ شنو فايده؟ ابني عباره عن انسان صقر، انا طالب منظمات دوليه، الامريكان اشتكي حتى على التحالف الدولي، اشتكي على نص دول العالم انه هذا سبب ابني بيه. كل قوات التحالف اللي موجوده بهذا البلد هم اللي مرضوا ابني، قبل ما موجود. انا عايش بهذا البلد عمري 35 سنه ما صار بيها سرطان، ليش ابني صار بيه سرطان؟ ما معناه هم دخلوا علينا، هم السوس اللي هذا البلد، هم سووا هذا بالاطفال، ابني ولا غيره ولا كل هاي الناس الموجوده. حتى قبل اللي يقول لك عمره 40 سنه منين اجا؟ قبل ال 40، قبل ال 50 شو ما بي، قبل 15 سنه شو ما بي، ليش من طبوا الامريكان وغير الامريكان صار هذا؟ هذا البلاء هم اللي جابوه، انا اشتكي عليهم واناس النظام الدوليه ان يعالجون هاي الاطفال. الآن إلى موضوع آخر، فواجع من المحتمل أن تشهدها بعض الملاعب العراقية في ظل بيع الاتحاد العراقي لكرة القدم تذاكر فوق الطاقة الاستيعابية لبعض الملاعب، وليس هذا فحسب بل والاستعانة بقوات مكافحة الشغب. لماذا؟ من أجل طرد المشجعين وإبعادهم عن الملعب، وهم الذين حضروا ببطاقات مدفوعة سلفاً. ما حصل مؤخراً في بغداد أمر يؤكد أن هناك سوء تنظيم على مستوى الاتحاد وعلى مستوى التنظيم داخل إدارة ملعب الشعب في بغداد، ولكن الآن سنبدأ معكم مما حدث بملعب البصرة. ألاف المشجعين حوصروا هناك في ملعب البصرة، وقال نشطاء إن سوء تنظيم كان حاضراً في المشهد. يقول نشطاء أيضاً إن البوابات لم تفتح لإخراج المشجعين، وإن التدافع كان نتيجة عدم فتح البوابات مع نهاية المباراة. وهناك نشطاء أكدوا أن مفاتيح البوابات كانت ضائعة، وهناك من تحدث عن أسباب أخرى، في مجملها التقصير الحكومي حاضر والمفارقة. هناك برلمانيون عراقيون لا يزالون يتحدثون عن رغبتهم بأن يستضيف العراق كأس العالم المقبلة في 2022 إلى جانب قطر. يعني قصة اللعبة، البيبان مال المدينة الرياضية مقفلة، والله شنو المفاتيح ما عندنا، يعني بشرفك مساعف الدخولية الحجة كانت مالتهم بأن لازم نفتشكم تفتيش، يعني 40,000 متفرج يطلع من فتحة عرضها نص متر، أقل من خمسين سنتين، ليش والله؟ هاي الجمهور بالخروج، بيبان بوابات كلها مقفلة
فتحه حتى ما تتجاوز 50 سنتيم مدى. ايش كم ساعه راد لها الجمهور على مود يطلع هاي ال 40,000؟ ايش كم ساعه؟ هاي احد الاسباب اللي تفشل التنظيم، تفشل البطوله. ما ادري المن تشتكي المن تحكي، والله ما ادري. هاي الاقفال قفلت والله. شنو المفاتيح؟ مو عندي، ادري منو عند من المفاتيح. في تويتر نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا اثنان من الهاشتاغات أو الوسوم الإلكترونية، الأول فاجعة الموصل والثاني غرق عبارة في الموصل. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي اختتمت بهاشتاغ فاجعة الموصل. والتغريدة الأولى من عبد القادر النايل يقول فيها: فاجعة الموصل، الأطفال والنساء والرجال تغرق والأعداد تتزايد، والحكومة ورئاسة جمهوريتها وأعضاء برلمانها يترقصون على أنغام الموسيقى في السليمانية. الله لكم يا أهل العراق ويا أهل الموصل، فاجعتكم أوجعتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نذهب الآن إلى تغريدة ثانية وكتبها إياد الدليمي، يقول: إياد، دجلة اعتاد على التهام الأجساد، ليس ذنبه. في كل بقاع العالم كانت الأنهار عنوان حياة، إلا في عراق الفاسدين تحولت الأنهار إلى مقبرة جثث. فاجعة الموصل أكبر من أن تستوعبها الكلمات في العراق. الآن إلى التغريدة الثالثة، نذهب وإياكم، وكتبها زياد السنجري، يقول: السيطرة في سد الموصل أبلغت إدارة الجزيرة السياحية بأن كمية المياه التي أطلقت اليوم أكبر من الكمية الاعتيادية، لكن إدارة الجزيرة السياحية لم تتخذ أي إجراءات قانونية. أي إجراءات قانونيا؟ هذا قتل مع سبق الإصرار والترصد. هذا تنقيد من الصحفي زياد السنجري. الآن إلى التغريدة الرابعة، نذهب وإياكم، وكتبها دكتور جاسم الشمري، يقول فيها: يا حكومة بغداد، يا نوفل العقوب، يا وزارة الداخلية، الزمن الذي كنتم تغفلون فيه الكوارث ببيانات صحفية وتعليقات إعلامية ولا إلى غير رجعة، يجب محاسبة كافة المقصرين. هل تلعبون بأرواح الأبرياء؟ الإهمال وجه من وجوه الإرهاب في العراق. الآن إلى التغريدة الأخيرة، ونرى من كتبها. دكتور لقاء مكي يقول: كان الأسد يريد مغادرة الموصل، هذه مدينة تستحق الاحتفاء وكان يطيب فيها العيش، لكنها ومنذ سنين تتعرض لصنوف الإذلال والبطش من قوات الاحتلال ثم سلطة بغداد وداعش، وبعده فساد إدارتها المحلية وسطوة الميليشيات التي تتغنى على أو تغتني على حسابها وصولا إلى فاجعة الموصل اليوم. الآن ننتقل وإياكم إلى الهاشتاغ الآخر، وهو هاشتاغ غرق عبارة في الموصل، ونقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ختمت به. بهاء يكتب: غرق العبارة في الموصل، الفساد والإهمال يأخذ الأرواح كما يأخذها الإرهاب والميليشيات. رسالة واضحة إلى تغريدة ثانية ختمت أيضا بهاشتاغ غرق العبارة في الموصل، وفيها علي يقول: استهانة بأرواح الناس، همهم الوحيد كيفية جمع المال، منسوب المياه مرتفع، وصدرت تحذيرات قبل كم يوم من إدارة سد الموصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم، وفيها نيرفان تقول: ما حدث في الجزيرة غير السياحية كارثة، أم الربيعين أصبحت أم الأحزان، حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن إلى التغريدة الرابعة، وعلى ما يبدو ظل معنا تغريدتان فقط. في الرابعة فوزة الشمري تكتب: الله يرحمهم برحمة الواسعة ويصبر أهلهم،
قسم بالله فاجعة، إن لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى التغريدة الأخيرة أعزائنا المشاهدين، وفيها كتبت زهراء: شقد صادب سفن وعبارات بغير دول تركيا دبي إيران، حتى أتعس الدول ما يقبلون نصعد إذا ما نلبس النجاة والنجادة وشرط دكمة كاملة، بس بالعراق الفوضى وهاي النتيجة، غرق العبارة في الموصل. بعد الفاصل نذهب إلى مقطع اخترناه لكم كنهاية لهذه الحلقة. الأم العراقية ثكلى تتشبث ببقية من أمل. لا والله كل شيء ما حصلت، لا والله كل حقوق ما عندنا، حقوق المرأة ضايعة. خروجنا الطيارة قصفت كل صواريخ، ضربتنا أنا وعائلتي. يعني هسه الأرامل هاي وين تروح؟ هسه أنا أبسط شيء أبني معوق، ما عندي أم وعين، يعني أنا أعين نفسي. ماكو بس أني. والله الناس ترحم علينا، ما عندي أي شيء، لا شغل ولا كل شيء، ربة بيت. يعني مرية ما تقدر كلش تسوي، وين تروح؟ ما عندي أي معين، ما حصلت أي حقوق لا أنا ولا ابني. وصلنا أعزائنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم، نلتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.